أهلا بكم. فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء الأربعاء 25 غشت 2021، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط شخص في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق مسير مطعم بمدينة طنجة. وحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تردد المشتبه فيه والذي يبلغ من العمر 36 سنة من ذوي السوابق القضائية بجرائم الحق العام، وتبدو عليه علامات الاضطراب العقلي وتردده بشكل دائم على المطعم الذي يسيره الضحية، وهو مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وذلك بعرض تلقي وجبات غذائية مجانية قبل أن يدخل في خلاف مع الضحية عرضه على إثره لاعتداء جسدي بواسطة سكين من الحجم الصغير تسبب في وفاته خلال نقله للمستشفى. هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة، والتي ترجح الأبحاث والإفادات الأولية ارتباطهما بخلاف عرضي ناجم عن رفض الضحية لطلب المشتبه فيه الرامي للعمل معه كمياوم في المطعم الذي يتولى تسييره. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.